ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تقبل الله أعمالكم وطاعتكم. يسأل سائل يقول: أنا لمس الكلب عزكم الله، فهل يجب علي الغسل أو يكفي غسل اليد؟ وهل يجب علي في غسل اليد أن أمسحها بالتراب أم لا؟ سابقا قد أجبنا عن هذا السؤال وقلنا أن الكلب عزكم الله هو ثاني الحيوانات التي تحكم الشريعة المقدسة بنجاسته. كل الحيوانات الحية على الإطلاق هي طاهرة، كل الحيوانات الحية على الإطلاق طاهرة ما عدا الحيوانين أعزكم الله، الكلب والخنزير. هذان الحيوانان هما نجسان عينا. لما نقول نجسان عينا يعني حتى لو غطس في البحر وطلعوا يبقان ماذا؟ أيضا نجس. وضع ولا؟ إذن الكلب أعزكم الله يعتبر نجس العين. زين، إذا كان نجس العين هل بمجرد لمس الكلب تتنجس اليد أو لا يشترط وجود رطوبة؟ الجواب نعم، وهذا حكم في كل النجاسات. كل النجاسات إذا ما في رطوبة ما تسري. يعني لو فرض الفراش نجس، أنا جيت لمست بإيدي لكن إيدي يابسة والفراش إنه يابس، ما يتنجس إيدي، لازم من وجود رطوبة تنقل النجاسة، سواء الرطوبة في اليد اللامس أو الممسوس. فهنا نقول أن الكلب عزكم الله إذا لمست به غير رطوبة، يعني شعر الكلب يابس وإيدك يابسة، ما يجب عليك شيء، تعتبر إيدك طاهرة. أما إذا كان شعر الكلب مثلا رطب أو إيدك رطبة ولو بالعرق ولمست، نعم هنا انتقلت النجاسة. زين، إذا انتقلت النجاسة شنو حكمك؟ الحكم فقط يجب تطهير موضع اللمس، ولا يجب الغسل كما قال السائل انك تغتسل، لا ما يجب، فقط ايدك اللي لمست المكان اطهرها. اما كيفية تطهير الايد، تطهير عادي جدا، مجرد ان يستولي عليه الماء، حط ايدك تحت الماء سواء قليل او كثير، مرة واحدة يكفي، مرة واحدة كافية، تصب على ايدك الماء سواء ماء من جاري أو ماء قليل بريق، يكفي مرة واحدة وتطهر يدك. ولا يلزم مسح اليد بالتراب. نعم، متى يجب المسح بالتطهير بالتراب؟ هنا إذا ولغ أعزكم الله الكلب في الإناء، إذا كان قد ولغ بلسانه وهو يشرب في الإناء، يشرب ماء أو حليب، هنا يقولون يعتبر الإناء نجس ولا يطهر الإناء إلا بغسله 3 مرات. الأولى الماء مخلوط به التراب، بالمس بالتراب، واثنتان من دون ماذا؟ تراب. هذا في خصوص الإناء، لا يشمل بقية المتنجسات. فإذن إذا لمسته بيدك يكفي غسله مرة واحدة. لا،